المصري والجزائري فعلا أبدعوا، يعني ما قصروش نهائيا. خلال أسبوع أو أسبوعين كانت الأجواء النار بالأماكن اللي تجمعوا فيها البوثات اللي هي Free Fire X BTS، وهذا الشيء وصل لوكالة هايبي وعرفوا أنه أكو آرمي موجودين بمصر والجزائر غير السعودية. ولذلك حسب ما وصلني بأنه فهمتوا ولا أكمل ولا إيش بالضبط، خلال جولة فرقة BTS العالمية هلأ رح يكون موجود السعودية كدولة عربية، وهم بعد احتمال كثير كبير كلش كبير بأنه رح يتم إدراج دولة مصر والجزائر مع السعودية، يعني ثلاث دول. يعني فرقة BTS لما يعملوا تور عالمي جولة عالمية رح يكون موجود داخل هالجولة